أراني أقود القصيد إليك، فكل القصيد سواك موجوني، وإن الحروف تحب ابتسامك وتعشق روحي كلام العيون. فدعني أترجم لحظك وحيا، فوحدي أعلم ولا يعلمون. وبهذا الإحساس وبهذه الابتسامة مشاهدينا الأفاضل، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، ينعاد عليكم العيد بالصحة والعافية والسلامة. أهلا بكم في هذه المساحة العيدية، نلتقيكم ونحن نحمل ابتسامة وفرح لكل المشاهدين الأفاضل، فمرحبا بكم في هذه المساحة ومرحبا بوفاء. يعني مرحبا بك، منورنا. الله ينور عليك. تسلم، صداقتنا ان شاء الله تدوم في البرنامج كثير ان شاء الله. ايوه اكيد. مرحبا بك، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد مبارك عليكم جميعا. عندنا في الاستوديو ضيوف منورينا، ضيوف خفاف علينا حتى طريقتهم جميله جدا. بنرحب بالضيوف، اول ضيفه انتم افتتحتوا بها عندنا نهله. اهلا بك يا نهله. اهلا بك، نورتينا بشارك الجميل. الله يخليك. معنا كمان تيا. سوري، انت دياني مجاهد. اهلا بك يا مجاهد. الله يديك العافيه، نورتنا ان شاء الله. وان شاء الله غناك حتطلع حلو اكيد طبعا. لا ان شاء الله. هنفتتح بك يا نهله، سمعينا باقي القصيده لو حابه. سمعكم باقي القصيده. نبدا من البدايه ثاني. اراني اقود القصيده اليك، فكل القصيد سواك موجود، وان الحروف تحب ابتسامك وتعشق روحي كلام العيون. فدعني أترجم لحظك وحيا، فوحدي أعلم ولا يعلمون. حبيبي تدلل، فقلبي قرنف يضج بعطر الهيام جنون. عقلي مكبل وشعري أعزل، فخذني إليك لعلي أكون. أيا حب ترفق بقلب تعلق، وشوق تعتق بدمع الظنون. أراني أترجم وحيك حرفا، أصوغ المعاني كضرب الجنون. وأعلن اسم المحبة فرشة، وأعلن اسم المحبة فرشة، هو اسمي وحر أنا أن يكون، هو اسمي وحر أنا أن يكون. وهرطق أخرق شعر المقفى، فما كنت يوما أبالي للغة، ويكفي حروفي عناء الظنون. يا أنت تعال كالشجر الأخضر في أيلول، وتدفق كالنيل بعشقي في أرض القلب. أحصد ما ينبت من التوت، اجعلني خمرا واسكبني قطرة قطرة. اصبر لحظة بزجاج نافذة مكسور، اجمع أشلائي من حولي وامدجنا في كأس مسقوق، فيكون الآن لك الثلثين والثلث الباقي للجمهور. الآن ثملت وعدت لأحرف قافيتي، أراني أقود القصيد إليك، فكل القصيد سواك وجود، وإن الحروف تحب ابتسامك وتعشق روحي كلام العيون. فدعني أترجم لحظك وحيا، فوحدي أعلم ولا يعلمون. يا سلام، يا سلام عليك، إبداع ومتعة. بجد جميلة جدا، الله يخليك، استمتعنا بك. يعني ومع دخلات العيد كده ده ان الواحد بحس انه الفرح دائما بيكون انه، لانه انا حاسس ان في اشجان كده مكبوته في اشعار ثانيه موجوده، لكن لو استرجعنا ذاكره العيد والشقاوه والطفوله وما الى ذلك، الان كم تحملي من ذكريات الطفوله دي معك في ايام العيد؟ لسه موضوع والله الحلاوه والله موضوع الحلاوه والهدوم الجديده والقصه انا بحكيها في اي وقت، الحاجه اللي ما بسيبها لازم يكون عندي كل عيد حاجه جديده. هدوم؟ ما ينفع هدوم، جزمة، أحلى حاجة كمان، أحلى كمان يجيك زول من هنا يقوم يطلع لك العيدية. العيدية دي اختفت صراحة، يعني ربنا يرحم أبوه ويغفر له، هو الوحيد اللي كان بيدينا عيدية، فاختفت شديدا. يعني الصباح أنا زعلانة، أدوا بنت أختي الصغيرة عيدية، أنا ما أدوني عيدية. الحمد لله لسه مبسوطة. فالحمد لله. لكن يعني الذكريات بتاعت الحاجة الجديدة، وتنوم والحاجة جنبك، تصحى الصباح فرحان عشان تلبسها وتطلع. ف يعني العيد زمان كان عنده طعم احلى، يمكن عشان احنا كبرنا. احساس يمكن مختلف. يمكن احتمال عشان احنا بعد احنا ندي مش يدونا. أيوة صح. يمكن. خلاص يمكن. لازم نطلع من القوقعة بتاعتنا الغريبة دي. اي في هيك كانت مرحلة جميلة جدا. أيوة. موضوع تاخذي. ننتقل لك يا مجاهد. طبعا انت فنان وبتغني، سمعنا انه عندك طريق بتاع تلحين، بتلحن برضه صح؟
طب انت بتلحن وبتغني وطبعا الحمل ده ثقيل، انت موقفك شنو؟ بتقدر يعني تمشي لقدام بتطور نفسك ولا الحمل ده ثقيل عليك؟ والله طبعا هو التلحين انت ما تقدر تقول انا متخصص في التلحين يعني. انا في النهايه مؤدي يعني بغني. لكن التلحين احساس جواك يعني، بيكون بحاجاتك انت. الفنان لو قدر يفهم طبيعه صوته، يفهم طبيعه غناه، هو الزول لو يعني فيك الملكه حقت التلحين انت قريب لنفسك اكثر من اي زول ثاني. يعني عندك لكن برضه يعني انت بتكون كايس لانك انت تلقى زول يلحن لك عشان تعمل ديفرنت في حاجاتك، ما تكون بنفس الشكل وبنفس القالب يعني. انت شايف احسن انت تلحن لنفسك عشان عندك طريقه معينه؟ والله يا اخي انا لحنت لشباب كنت عارف الساحه يعني. لكن في فتره من الفترات انا كان يعني واقف بظروف حقت قرايه، فكنت بعيد من المزيكا، بس كنت قريب من الناس بالتلحين يعني. لكن أيوه. كاداء وغنى كنت واقف. ليه نفسك لحنت كثير؟ لحنت لنفسي كثير. لكن حابين يلحنوا لك اخرين؟ اكيد طبعا. دي تعديت تعمل حاجه كده مختلفة في حاجات، تحس انه في طعم ثاني خاص مختلف، في تطعيمه كده للموضوع. ايوه. حتى في ملحنين بتلقاهم في الساحة زي احساس انه فولة كده وتقسمت قسمين، بتحس بانه الزول ده بيشبهك شديد. ايوه ايوه. في الطريقة بتاعت الغنى بالذات، طريقة التلحين حقته، في طريقة هاي شكل الحاجات. احنا عاد سمينا كده طوالي حاجة كاملة ليك ولا ملحين زول ثاني؟ سميكم عمل اسمه شيلي قلبك. شيلي قلبك. شيلي قلبك هاي. قلبها هي ما قلبك. شيليها يعني خلاص. انت قاعد تقول لي يعني انا اجيب بحبك وتقعد تقول لي ايوه هي شويه هي اي شويه حنينه هو قاعد الموت حق الشباب يعني الفتره دي بس بقى يعني كده حاجات صغيره صغيره كده وبيقول الشباب قاعدين شديد نادر انه تلقى في زول بيقول لي زول جيبي قلبك يعني كلام خطير حيدخلنا في مشاكل او جايد فاغنيه من كلماتي والحان ان شاء الله جميل ان شاء الله حلو سمعنا لها توزيع الفرقه الجميله ما شاء الله وتحيه للفرقه وكل سنه وانتم طيبين يا شباب
يعني شيلي قلبك وفاجأتنا بالكتمة دي مجد. جميلة لكن يعني القصة دي حقيقية وجادة. بعدين في إصرار في الموسيقى كده وفي اللحن وفي الأداة ذات إنه شيلي قلبك. زي كانوا ينقلع مني. شكرا لك مجاهد. جميلة والحان جميلة والفرقة برضو أداء جميل وانت راب يعني. شيل قلبك. لا لا أنا زولة بحب الحب شديد وبحب القرب. طبعا عندنا تناقض فظيع حاليا هنا. يعني حتى لو هو أنا بقول حتى لو زول بادرك بالحاجة الما حلوة دائما خلي في مساحة توت بينك وبينه. يعني حتى لو الحياة انتهت حتى لو أي كان حاجة حصلت معاملة بالحسنى. أي يعني خلاص الناس ماشوا والدنيا دي كده في عشنا. أي يوم لك ويوم عليك وممكن تتفقوا ممكن لا. الموضوع ما خطير. ما خطير أيوة. طب انت طبعا شعر بتلاحظي في شعرك بالذات انه يكون عندك حريه في الكلام. ايوه الحريه دي انت ما يعني بالذات الانثى بيعتبروها سلاح ذو حدين. في المجتمع بالذات مجتمعنا هنا بيكون في حاجه صعبه انه الناس بتفتكر حاجه غلط. فانت بتواجه الموضوع ده كيف؟ والله طيب انا اقول لك حاجه عموما ما لاحظتها لنفور من الناس بالحاجه انا بكتبها. يمكن هو لا شعوريا نفس الحاجات اللي بننتقدها او بننتقدها المجتمع انت ذاتك بتنتقدها. فالكلمه المبتذله زياده عن اللزوم ما في زول بيقبلها ولا انا كشاعره ولا حتى الزول العادي. فتخيلي الالتزام بالمفرده بدي احساس كويس يعني بيخلي الناس تتقبلك بيخلي الاخرين يستوعبوا الحاجه اللي انت بتقدم فيها. بعدين اصرارك على حاجتك اللي انت بتعمل فيها يعني عندك رساله او عندك احساس وانت شايف انه حاجتك دي صح واصل عليها بكل احترام اسحب معاك القيم حقت المجتمع دي ما بقول لزول يشيلها يعني متمرد 100%. بس بعدين تختلف بعض الطبايع على الناس. لكن انا شخصيا الحمد لله لحد الان ما لقيت زول انتقدك. لا ما لقيت لانه يمكن حاجاتي نوعا ما في متطابقه تمام لسه يعني. او انا ما بكتب بالمفردة الجريئة جدا يعني مثلا. أيوة. يمكن جريئة في فكرة جريئة في طريقة طرح القصيدة نفسها. أيوة. لكن جرأة في مفردة ما أعتقد إنها يعني الجرأة المبتذلة اللي هي المرفوضة. أيوة. والمجتمع ما شاء الله يعني ما كذب في 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 وعي كبير جدا بحاجة اسمها شعر بحاجة اسمها غنى بحاجة اسمها إعلام ككل. يعني الموضوع كله كده بدا ياخد في مسار كويس والناس قدرت تتفهم اتفهمت الموضوع. ايوه فعلا. ايوه طب حس عندك قصيده تقدميها لنا بخصوص الموضوع ده او قريبه له؟ والله لا هو بخصوص الموضوع ده ما يعني ما عاده انا ما مواضيع ممكن بعد الحلقه اطلع اكتب ممكن. عن حاجه عن الموضوع ده. لكن حس عندي قصيده بالدارجي بقول انه الان بعبر فين في حاجه كده بتقدر تدسها يعني. أيوة. الشعر يعني عباره عن لغه حقت حاجه انت حاسيها ما قادر تدسها. طب سمعين فحقول حس الفرحه اللي ما بندسها صمت الريدة طالع حسه أدر حبيبه هناك وقريبه سجد غيم الحزن بهمسه لون ايامك وطعم احلامك بيشبهوا وش البت القصة. ما تستغرب إن كان أقرب ناسك سألوا عند الضي اللي مالي نوادرك وإن همومك تبقى نوادرك دام الحظ اللي لك هيلك أفرح ذوق العسل الغامرك وابقى أناني لما الفرصة تجيلك تاني أوعك تنسى تسوكر بابا وتكتب حفري أنا الحباني يا مستني البت الغنوة بنية شابه طعم السكر باكر تبنو بداية الريدة تصبح قدر الدنيا وأكتر تبقى الريدة الجامحة قليلة فيك الريدة تقول تصبر تبقى الريدة الجامحة قليلة فيك الريدة تقول تصبر تقول تصبر والله ما يعني انت يا مجاهد. بس انا بقول لك انت لسه ما لقيت البت الغنوه فحتنقل البت الغنوه وحتغير طريقه. اول حاجه اقول لك حاجه انت عارفه الفكره ما في البت الغنيه الفكره في الغنيه ذاتها الغنيه بتجيب البت خلاف كده يعني الحاجات تتغير الشديد الزمن واحتمال هي مع حاجات الغنيه او القصيده
تعبير لواقع. ايوه مرات بتعبر عنك انت نفسك، مرات بتعبر عن شخص اخر. انت عبرت عن نفسك صح؟ اي ساعات ممكن تعمل حاجه وبعدين فيها حاجات تناقض يعني عكس الكلام اللي قلته. انا حباب الموضوع ده كده لكن تمام. لو كنت عارفك انا جهزت لك برضه نتيجه. عندك تجربه شعريه انت برضه يا مجاهد؟ يعني كتبت يعني في نفس الاطار اللي بتتكلم عنه نهله؟ والله يا اخي انا يعني بعتبر انه انا بكتب شعر غنائي كده. لا هو بيتكلم انه بتخيلي انا يا ماما معلش انا عايشه دور المذيعة ولا مش معك. خلينا نتكلم انه الاطار بتاع الحب او الريد او الطريق الحته الايجابيه مش كله كله شجن والله يا اخي الشجن الشجن ده احساس قريب لاي زول. ايوه يعني هي بتسال انت القصيده بتاعتك كان في الشجن ولا والله يعني اي زول في شجن حق يسير كده لا حق ما تمشي وكده اي لا لا يعني هسي الشعب السوداني 90% بتلقي اي حاجه فيها حزن كده شنو بتلقاه لافقه معاه شديد عايز ده وسبب يعبر عن يبرر دموعه. طيب احسب لينا احسب لنا الاعتقادات على هسه انها دي احنا نسمعها ونشوف يعني تتغنى لينا. ممكن نقول اريتك يا الحبيب مدفوت اريتك يا حبيب كلمات الشاعر اشرف محمد ومن الحاني. طبعا المحتوى واحد ارمي قلبك ويا ريت حبيبي تفوت. لا لا اريتك يا الحبيب ما تفوت العكس ما تفوت العكس ما تمشي يعني تقعد كويس دي حاجه مختلفه ها سمعنا. طيب نسمعها تفضل.
طيب الفرح ده يا نهله يعني التعبير عنه بياخذ اشكال متعدده ومتنوعه، حتى التعبير ذو شجن ده بيكون هو نوع من الفرح، الخوف على فقدان الحبيب هو فرح بوجوده. أكيد. طيب ايصال الاحساس ده للاخر عن طريق الشعر، انا ممكن انا اسمع المجاهد عن طريق الغنى ويصل في تحريك يعني انه جسمي بيتحرك معه انترابا. الشعر مساحته اوسع للمتلقي، يعني اي زول بيتذوق الحاجه لما تاثر فيه شديد، ولا كميه الغنى هي اللي بتحرك الناس، بالذات نتكلم عن الوجدان السوداني، الناس بتحب الشجن الحنين. يمكن هي اساسا هو الغنى ما عباره عن تكوين بتاع شعر ولحن وصوت جميل، في الحكايه جزء من يعني ممكن يكون جزء من كل او كل من بعض، ولو سماها شو الحياه الكلام الكبير. فالشعر ممكن يعبر، يمكن تلقى ابيات محدده او مقاطع محدده في القصيده تعبر عنك، ما شرط كل القصيده. يعني مثلا حسي عندكم في الغناء اعتقد مرات بتكون في قصائد طويله او مكتوبه طويله بتختار منها قبليهات معينه على اساس انها تطلع الاحساس، تؤدي الحاجه اللي انت حاسسها، ما شرط انها تتغنى كلها، ما شرط كل زول تعجب القصيده من المطلع لحد الختام. بيكون اي فقرات معينه، اي فقرات. فالشعر زيه زي اللوحه، انت بتكتبه بتعمل بتحسه، والمتلقي بيلقى الحاجة اللي هو دايرة، يعني بيفهم الحاجة اللي هو داير يفهمها، بيخطها في الصياغة اللي هو داير يخطه، فالحكاية مفتوحة شوية، فاحتمال يكونوا متوازين، يعني ما يكون في فريق هو صح. طيب أقرب الأغنية الحاجة دي فيها يعني الخط السريالي، اللوحة يعني بتخلي اللوحة أنت تتخيل زي ما أنت داير زي الرسوم. والله ممكن تكتب حاجات تكون يعني سريالية جدا، تكون فيها عدة لوحات. يعني بعمل كده، وفي قصيدة ممكن أقرأ لكم، هي لوحات، فهي بالعربي الفصحى، فتقريبا كل زول بيقرأ حاجة بحس الحاجة اللي هو دايرة، فيمكن شوية يكون فيها إحساس يعني بتاع وجع ومرار، ما شرط تكون لها شجن، ما شرط بساط شخص معين، ممكن يكون شعورك تجاه حاجات حاصلة حولك. يعني يمكن دي الفرق بتاع القصيدة، كل زول بيطبقها بالحاجة اللي هو عنده. لا هي ذاتها مكتوبة اللوحات اللي فيها عن حاجات دايرة في حياتك، ما شرط يكون الحاجة دي محصورة دائما بين الحبيب والحبيبة. أيوة. مرات في حاجات حوالينا. أيوة. ضايقك كوجود حياتك كلها. أي. طيب نسمع. ففي قصيدة مطلع بيقول: ترن تلك الإبرة المعقوفة الأطراف لا دالت تئن، أضحت بلا جدوى فلا رتق تسويه ولا خيط يحن، صدى في عتمة الليل ارتضى بأن تكون ملامح الأوجاع ما طال المدى، تغريدة ثكلى تشق الروح والعمر انقضى. تبريح هل للهوى أمر علي صريح؟ أم أنه قد صار مني وأنا لم أعلم به في لحظة التلميح؟ قد صار عقلي ماثلا للعشق لم أجرؤ على عصيانه فبت كسيح. عنواني هذا الذي لازلت أعلم أنه يهواني ويزيد من عزمي ومن إيماني، سهدي وولهي الذي أرداني ويقول لي: أميرتي أميرتي ما لي أراك شريدة وأقول من كان مثلي لا يعرف اطمئناني. بلدي بلدي من ترابك صار جسدي، في منك ألف شبه هل تراك تكون سندي؟ أم غريب عنك أفنى لا ديارك تضحو داري؟ لا رواني ليك ولدي صمت لا مطر لا صوت رعد، هي تلك المعصيات لا دمع يبدي ولا اغتسال، فكل دعوة تصعد السحب ترد. مدد مدد قد فاق صوتي كل حد، مدد مدد فرح في كل قسوة تأتيك يكمن فرح، في باطن الأرض الحزينة يكمن فرح، في ليلة ظلماء تكسوها الدموع سجدة فرح، فإذا أراد الله بك فرحا أتاك حتى دارك وحي الفرح. يا سلام، يا سلام، دائما الفرح. هي دي لوحات
كل حاجة بتعبر عن حاجة معينة، فدي ممكن تشكل إحساس كامل بتاع فترة معينة. أيوة. ففي البداية شكل عامل كيف، في النهاية الأمل في وجود ربنا سبحانه وتعالى. فالشعر عموما بيعبر عن عن إحساسك. ذكرت بعدين كل زول هو بيعمل شنو فعلا. أي يعني كل يعني حاجة. أيوة. أي كل زول عنده شيء ممكن يعني بيشوف. ايوه حلوه، كل زول عنده شيء ممكن يمشي. بدنا نلقى اغنيه قريب ده نفكر نعمل انا ومجاهد. أيوة والله كل شيء في زول ممكن يعني احنا من البرنامج ده تطلع علينا لقدام كده نسمع علينا حاجه قول هي نتاجيقات تلفزيوني في العيد ان شاء الله. طيب مجاهد عندك الاغنيه اللي اسمها اسف حبيبي. ايوه. دي كلماتك والحانك فيها نوع من الشجع، كلمنا عنه انت كيف يعني الاغنيه دي جميلة شوية. دي كان بدايتي. أيوة. يعني بدايتي الفنية كانت في آسف حبيبي. صورتها كان فيديو كليب 2009 تقريبا 2008 يعني قبل 7 سنة كده اللي ورا. أيوة. ف يعني ما عارف كيف حاجة حقيقية كانت حاصلة لي بس وقمت كتبت ال يعني ما كلمات مثلا كتبتها كده وخلاص، كان واقع لا انت يعني عايش يعني حاجة كده فيها قصة فعلا حقيقية. البدايات دائما بتكون عبارة عن نفسك شديد. أي. لما تتطور كده ايوه بالظبط يعني تبدا بتحس بالاخرين يعني شعورك بينمو كده وتقدر بعد تعرف تترجم حاجات الناس الثانيه. هو ترجم حاجات هو شخصيا انا افتكر. والله يا اخي يعني انا ما عارف اقول لك شنو، لكن بس يعني احساس انه زول زي جاك بترجى في حاجه وانت بتقول له اسف يعني انه الموضوع ايوه انتهى احساس سمح. لكن دي برضه فيها عتاب كده يعني جميل يعني إنه في أسباب اعتزال يعني. هاي لا يعني الموضوع ما شخصي أو جاهد يعني. فكرة في إنه يعني يعني بيوصل له في الفهم إنه يعني كنت وين لما العيون زرفا دموع في رجاك، وكنت وين لما الدم عبى ما يجي في مور جفاك نيران قساك، لكن خلاص راح الحبيب العمر ما خيب رجاك، الفت خليته بوراك لف الزمن وخلاص نساك، وهل كان حرام تسأل علي في لحظة احتجتك معاي، لكن براك انت المشيت خليتني في عالمي بكاي، وانا كنت قايلك انت ليت تقاسم افراحي شقاي الضاع معاك انا عافي لك وباقي العمر بمشي وبراي واسف واسف حبيبي خلاص نسيت يا اخي نسمع يا نسمع حنسمع عمل تراث. Thank you.
حسدا قبل التمهيد.
ألهبت حماسنا ومشاعرنا يا رجل. كنا حنطلع من البروتوكولات دي وترجعنا عارفين في الاستوديو ده. شكرا لك يا الله يديك العافية. الشباب الجميلين دي الله يديك العافية، الأداء الرائع الجميل ده، وإحنا ما بين هذه الحماسة والانفعالات نقوم نقع كده ونروق. أنا داير أسألك، الشعر اللي بيتكتب ده اللي هو بيلقى إيقاع عند إحساس عند البشر، أنثى أو ذكر، يعني رجل أو امرأة، أيهما أكثر تأثيرا على عاطفة الآخر؟ الأنثى إن كتبت أم الرجل إن كتب؟ وكلاهما إن كتب بانكسارة، منو بيكون إيقاعه أكثر؟ مقبولة من الرجل شعر انكسارة ولا من المرأة شعر حماسة؟ والله أنا أعتقد التضاد هو الجايب الجاذبية. يعني لما الراجل ينكسر، لأنه متعودين بالفهم العام إنه انكسار الراجل ده حياة صعبة، فمجرد فكرتين ومنكسر دي براها كده بتخلي نفور. لا بالعكس، بتخلي الناس تنجذب. ايوه، هو انكسر لمنه؟ ما هو انا تقريبا انت بتكتب، يعني هو لما ينكسر اذا كان منكسر لانثى فهو في الحاله دي بيخاطب الانثى طبعا، فالانثى في الحاله دي بتحس بقيمتها وب عشان كده اتفقتوا الاثنين هسه في انه ايوه ممكن بس ممكن يكون، لكن عند الرجال الاخرين عند كذلك. الرجال الاخرين يمكن، والله يعني الكلام ده اسالوا روحكم. احنا كمتلقين بنكون لا بكذا برضينا يعني. احنا يمكن في اذا كلمت عن شعر النسائي انه انا مرات بالمناسبه قاعد اكتب بحس راجل، يعني بانه هو ذكر بيقول داير حاجه يعني عادي بتكلم بلسان ثاني، ففي ناس قاعدين يقول لي كيف انت بتكتبي بلسان زول اخر يعني. فمرات بيكون في احاسيس حابه، يعني الناس حابين انها توصل. في حاجات يمكن المره لما تقوم تكتب حماسه او تكتب كده برضه بتكون فيها نوع من الصدق ونوع من دي بتكون مثيره اكثر، يعني هي دي احتمال اي لانه ما هي بتخاطب يمكن يعني موضوع الحماس ذات الاسم ذاته الكلمه ذاتها يعني. أيوة. حماس يعني. فالراجل لما ترفع له ولا المستوى بتاع الرجوله وتمدح وتكبر له والحاجات السمحه له بيأثر عليه، بتأثر عليه اكثر. ويمكن لاننا متعودين انه الراجل بيقدر يعبر عن حاجته، يعني لما المره تقوم تحمس الراجل لو وقف وعرض وكورك وكده وانفعل يعني بتكون حاجه مقبوله. يمكن العكس لو واحده قام في زول قال لها كلام سمح او انكسر وبتاع، فبكون في خجل، بيكون في حياه، بتكون محتفظه بالحاجه لنفسها شديد. يمكن عشان كده تاثيرها الناس ما بتحس بها نفس الحاجه اللي ممكن. وانت هسه اتكلمتي انك كتبتي بشعور اخر، يعني كتبتي مثلا على لسان رجل مثلا قصائد، هل ده سؤالي هنا هل عندك القدره تعبر على احساس شخص اخر؟ يعني يجيك زول مثلا يقول لك يا اخي انا حاصل لي كذا 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 كذا، بتعبر عنها بقصيده، بتقدر تعمل هاي دي؟ والله ممكن اذا انا حسيت الحاجه شديد او الزول كان قريب مني وانا عايشه معاه الاحساس. فمثلا انا حاقرا لكم حاجه صغيره. في زول في مسج عادي في الواتساب، فقام قال لي يا اخي قصه شوق من زول لزوله كده. بس قال لي قصه شوق من زول لزوله، انا ما عارف اعبر عن شوقي ده. فقمت كنت بقول له يا اخي الشوق ده انت عارفه بوديك وين؟ ما الموضوع ده صعب، ده باعتبار العلاقه اللي ممكن تكون بينات طيب. الناس. فقام قال لي لا انا مستعد وبتحمل اي حاجه، المهم انا مشتاق وكده. فقمت كتبت حاجه ليه هو؟ بلسانه او يمكن عبرت فيها عن الحاجه اللي قالها. طيب. قلت قصه شوق من زول لزوله في ذات قصيد ركت عصفوره في راس البيت، نقرت تمتم، صحت أشواق القلب نغم، قطعت لحظات اللقيا حلم، والبيت بيت نم، والنمة في حس العاشق آه، والآه في حكم الدنيا ندم. وندامتك ما بتفيد شوقك، ما أصل الشوق بيزيد بالهم، والهم بيختاك إن ساقك ريد، والريد غالي ما فيه بكم، والزول مشتاق لزول حراز، والشوق انجاز للشوق اجتاز، يوم تبقى قريب اوعاك تفك، من يوم فكيت اوعاك تندم، ما تنسى زمان قلت شوقك حار، والنار في الريده بتتكشم، ما تنسى زمان قلت شوقك حار، والنار في الريده بتتكشم. وصلها؟
حسيتين زي كأنه أنا مشتاق وعندي لوعات. فهو مشتاق يعني أيوة. والريادة دي حياة ما هينة، وهو أيوة. الصوت يعني مزبوط قلت البيت بيتنا، لأنه هو إنسان حزين بطبعه مثلا. فإنه جاءت الآهة في اللحظة دي عبرت عن 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 شيء ثاني. الآهة كانت آهة ريد يعني، ما آهة وجع. أيوة. فزي ما قال جبالك إنه الوجع ده ممكن مرات يكون وجع، وجع سمح وجع صعب. كده ده لما تقول شيل قلبك وامشي يكون صعب صح؟ الموضوع ده صراحه يعني مضايق شديد. احساس بتاع قسوه فظيع والله العظيم. والله احتمال هي قست اكثر، احنا ما عارفين. طب ما احنا عايزين نعرف في اسف حبيبي هو مصير ما يورينا لها. والله اسف حبيبي دي احنا يعني ممكن نقولها ساعه كده، نقول منها حاجه صغيره. ما مشكله قولها. احنا طبعا عايزين نعرف القصه. مصير هي عارفه القصه. اسف حبيبي حاجة جميلة جدا انا لقيته دي. ايوه انبسطنا فيها. اسف حبيبي بعتذر. ده الاعتذار انا بقول فيه قبل انه في اعتذار كده يعني اهل حبيبي باسبابه ولا وشنو بكل ود يعني كده بالظبط كده خلاص يعني معلومة وصلت زي ما تصير عفو العافية ما هو عتاب يعني. ايوه خاصة يعني حلقة وشكت على الانتهاء اكيد يعني خلاص للاسف طبعا الله ينورتونا والزمن مشى طبعا ما حسينا بكم نهائي. تتفضل ممكن تقول كلمه جاهد. الله يا اخي يعني بحيي جميع اللي بيسمعونا وبقول لهم يعني كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا رب. ان شاء الله العيد ينعاد عليكم بالخير والبركه. وبشكر شديد 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 جدا جدا الفرقه الموسيقيه المصاحبه علي كلها. اكيد يوم التحيه يمكن نعيد عليهم واحد واحد. جدو كولس هشام كدورة ابراهيم ناجي محمد اسماعيل منذر وقرقور يعني مشكورين شديد ما شاء والله الله والله ابداع والله وامتاع يعني موسيقى ما شاء الله تمام التمام ومعنا على الساوند زرياب برضه طبعا زرياب دي الناس الناس المهمين جدا. شكرا لكم يا شباب كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله متعتونا الليله. نهلا يعني قصيد بيت القصيد في هذا المساء اوحى وامتع فقال وعبر وسمعناك بنبضك أكثر من كلامك وبإحساسك أكثر من قولك. والعيد بالنسبة لنا إحنا برضو في مساحة زي دي معاك كان مصاب أخطر. شكرا لك. الله يخليك شكرا كثير وكل سنة وانتم طيبين كل المشاهدين طيبين و
يا رب العيد الجاي يلقانا فرح اكثر ومحبه اكثر. ان شاء الله. امين ان شاء الله. سعيدين جدا باحلى الكلام اللي قضينا فترته معاكم مشاهدي الاعزاء في كل مكان. تاني كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، دائما العيد لمه وبهجه وفرحه ومحبه والناس متلاقيه ومتصافيه. كل سنه وانتم طيبين وسعدنا بكم في فتره، نتمنى انها تكون لقت الرضا والاستحسان. شكرا جزيلا لكم، ولقائنا يتجدد ان شاء الله وفاء. ان شاء الله يعني كان احلى غنى مع مجاهد، واحلى شعر مع نهله، واحلى لمه في برنامج احلى كلام. المفروض مجاهد ده لازم يختم لنا بحاجه طوال، بس اظن انه قال هو تعبان. انا ضغط عليك ولا عادي؟ لكن العيد ده ما نسمع عمل حقيبه مستحيل عن حبك كميل ممكن. يا سلام. جميل.